الشعب المصري. مفيش غير الشعب المصري. والله الناس اللي ماتت في رابعه دي يعني الله المستعان، يعني الواحد مش عارف يتعلق ايه. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب انت شايف هم قافلين الميدان ليه؟ قافلين الميدان ليه؟ قافلين المظاهرات اللي بتنزل، اعداد رهيبه. اعداد رهيبه. انا شايفها النهارده المنيا وصهاج واسيوط وكل كده. طب انا شايفك مؤيد للمظاهرات. ايه؟ انا شايفك مؤيد ليهم، يعني انت مش خايف مثلا وانت جاي عند ميدان التحرير وقدام الجيش وبتقول كده؟ يا عم والله انا بقول يا رب، انا مش مع الاخوان ولا مع اي حد، انا مع الله. انا عايز البلد دي تبقى احسن بلد، بس لكن اللي بيحصل ده ظلم. يا ربنا يولي من يصلح، الله يولي من يصلح. في كلمة تحب تقولها للفريق أول عبد الفتاح السيسي؟ أقول له بص لجموع الشعب، بس بص للناس اللي بتنزل، ربنا موجود.